طبق جديد وشوي جديد على الفحم، سمك بوري على الفحم. ده بقى بوري كنال. بوري كنال. الأول خطوة بيعملها يا جماعة بيحطه في الشبكة، وبعدين بيبدأ يتعامل معاه بالزبدة. وقلنا كذا مرة وهنعيد تاني، الزبدة ليه؟ علشان تعمل كفر للسمك. كفر، والقشرة ما تتحرقش. تحرقش. تمام. عليا النعمة، عليا أول قلبة للشبكة، يعني ده أول وش يا جماعة، نتابع مع بعض. بعد ما قلبنا برضو بياخد فرشة زبدة. سامع عفيفي؟ بيطفي النار يا جماعه، لازم يطفي النار. اوعى وانت بتشوي السمك او اللحمه النار الفحم تولع. الله، على الوش الثاني ادي اول قلبه، وهتاخد برضو زبده. عروس مشوي. التنوع بسم الله ما شاء الله. انا بس كل ما اتمنى من ربنا طبعا يوسع عليك في مكان اوسع عشان تزيد امكانيات الناس اللي عندك. باذن الله. واحنا بنشوي السمك يا جماعه عند شوايه الفحم بنتابع الاسماك، وفي نفس الوقت في حبايبك ولا زباينك انت بتقول من اول ما فتحت. راجل صاحب مكان. انا زبون. السلام عليكم. بدون مجامله. بدون مجامله امشي عليها ولا تقول الصراحه؟ لا بمشي يا عم عادي يا عم. ايه رايك في الشغل هنا؟ الله اكبر عليه، ما شاء الله، حاجه طازه طازه يوم بيوم يعني. الله اكبر يعني عليه. يعني انت زبون متسديم؟ جربت كل الاصناف عنده؟ الله اكبر عليه. وجربت ولا يوم جله، ولا يوم جله. وجربت الشوي الفحم؟ تعال نتفرج كده على جو الشوي الفحم. بص يا جماعه، ادي شحم الفحم القاروص. بصراحه طعم الشوي غير غير الشوي على الشوايه. هذا شوي الفحم ده تمام. عايز اقول لك حاجه، هو مميز قوي كمان في اللي هي الجراب على الفحم ده. صورته جميل جميل جميل. طعم التست عالي قوي هنا. خلي بالك الشيفات هنا محترمين قوي معانا. الشيفات يعني مستوى عالي قوي 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 جوه. شفات ما دخلت لهم الحمد لله. الله اكبر عليه يعني. الناس الله اكبر عليهم يعني. اشكرك يا باشمهندس. هو لسه متقلب. هياخد واحده كده. تمام يا جماعه، احنا لسه ما زلنا عند اسماك ابو علاء. كام رقم كام؟ وبنتابع مع بعض شوي على الفحم بالزبده. دي بقى اخر تلميعه. نعم؟ دي اخر تلميعه. اخر تلميعه يا جماعه. اخر فرشه زبده. يبقى بيحافظ على الرونق والبريق بتاع السمكه، والسمكه ما تنشفش منه. بنتابع قاروص مشوي على الفحم يا جماعه. روح هات الفرش بقى زحمه عشان في ست ستات. يا جماعة يوم الجمعة ده بيبقى يوم مشهود، ويوم بيبقى بسم الله ما شاء الله. الراجل ده مسؤول عن تسجيل الاوردرات، وكل واحد بياخد رقم، وفي نفس الوقت اذا كان في دليفري موتوسيكلات الدليفري لما تيجي حواليها لحضراتكم، لانها طالعه طلب خارجي. خلاص على كده. خلاص على سوا كده على الاكل. اتفضل يا حبيبي مع بعض. جهز الطبق وهنشوف مع بعض. بيغذي الفحم الفحم جديد مع نار، مع ولعه على اساس تطلق فيها النار يا جماعه.
عشان ما نعطلش. القاروص انت بتقول بياخد اقل وقت من البوري. يعني نفس وقت الدراك. نفس وقت الدراك. كده قربنا نخلص؟ خلاص على سوا. القاروص يا جماعه خلص وهيتعبى المونيا ويتعبى على الزبون. ده كم ده يا ولد؟